بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. بنشوف ونتابع مع بعض إخواننا مباراة قوس ضد كلب حمام. تشكيلة قوس ضد كلب حمام، مين تتوقعون فاز؟ بسم الله، كل اللاعبين محترفين بتشكيلاتهم هذه. طبعا كلهم يلعبون، كلها تشكيلات أساسية بالنسبة لهم. أوكي، إلى الآن القوس متقدم، القوس جايب الفوز. بنشوف. أوكي، رميات أسهم على كلب الحمام، راحت رميات الأسهم، بدت الوردة، وهذه مشكلة راميات الأسهم يا قوم، هذه مشكلة راميات الأسهم. لكن هذه تشكيلة القوس عادي، ايش نسوي؟ تشكيلة تعتمد على السرعة والسايكل الخفيف والبطاقات الخفيفة، حتى أيضا الهياكل من النوع الخفيف زي ما نشوف الآن. الهيكل 2 إكسير، وهنا هنا هنا ضاع الدفاع تماما، مع انه القوس متقدم. تشكيلة لاست الان يتجه للدفاع، اتوقع انه الان بالع العافية. ف هنا التسلم مركز على كلب الحمام، فورطة كبيرة، ورطة كبيرة. المنطاد بيجي كامل القوة. شفتوا كيف؟ والآن بتبدأ مباراة تصير طقطقة شوي، زي ما تشايفين. لمحة بيروح ياخذ ناوي ياخذ القلعة الكبيرة، وهنا بنشوف دفاع بالحفار، يعني زي ما تشايفين. تسلا تقفيل مرة ثانية، اتجاه القلعة. القوس يعني ضرب 800، باقي شوي، ممكن يفوز لاست. اوكي، كان يمكن كرتين نار تجيب الفوز، لكن يعني اصلا كان لمحة فايز. نقدر نقول مباراة كلب الحمم فازت. هنا بنشوف بنشوف الان مرة ثانية. تسلب البداية، أوكي، حرك سايكل، لعب القوس بدري. وعندنا الآن البرابرة دخلوا الميدان، وشوف كيف قوة القوس. قوس واحد جاب البرج باختصار. شفتوا ليش القوس رهيب؟ ممكن العملاق الملكي يجيب البرج من هجمة واحدة، الله أعلم، بس القوس أكيد زي ما شفنا جابه. هنا الآن بيتجه للدفاع. تسلا يبدو لي أغلط شوي بالتسلا، حتى قال ويحي. وهنا الآن بنشوف القوس، حتى القوس غلط. القوس أتوقع من ضحكة لاست، أتوقع أنه عارف أنه غلط بالقوس. الآن شفتوا كيف كم تسلا قاعد يحط. وهنا مرة ثانية القوس دفاع والتسلا وراه، فاثنين تسلا تمسك المنطاد. شيء رهيب جدا والله رهيب هذه التسلا صراحة، شيء رهيب. انا الخصوم اللي قابلتهم اليوم كلهم تسلا. شكله لمحة فاز. اثنين لافا، بسم الله. انا اشوف اوكي ببداية تحريك
اوكي، تسل بالبدايه مطلوب، وكره نار على المنطاد وعلى البرابره، ف شيء ممتاز جدا. الحفار الان، اوكي، قتل قتل رميه الاسهم مرتين هذا الحفار، الى مره ثانيه لعب كرات النار. وهذه المشكله، هذه مشكله هذه التشكيله، انه يرمي كرات النار على المنين. احس الموضوع ما له داعي. هذا ايضا موضوع ثاني غير موضوع راميات الاسهم اللي يموتون بالاسهم. شفتوا كيف الوضع مثير للسخريه جدا؟ هنا هنا هنا، ايوه. لمحة ما استعجل، كان يمكن يلعب البرابرة امام المنطاد كالعادة، لكن ما استعجل. يا سيدي بنشوف الان، الله يعين الله يعين. اثنين كلب حمام، اثنين كلب حمام، وراحت وطارت الطيارة، طارت الطيارة، طارت. اوكي، في لخبطة ودربكة كبيرة. اوكي، اثنين كلب حمام، والله شيء رهيب، شيء رهيب. هذا القلب الحجري، والقلب الحجري الطائر، لانه في عندنا قلب حجري ارضي اللي هو طبعا عارفين الغولم. ايوه الاكس بوي، اذا اخذت واحد من الباقي خلاص. اوكي، هذه خبرات الاكس بوي. يلا 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 بنشوف لاست ضد لمحة، مباراة ختامية تقريبا. وشايفين شايفين شايفين، والله برلين طيوب شكله. اوكي الان بنشوف الصاروخ جايبه لاست عشان المنطاد، اتوقع المفروض جايبه عشان المنطاد، اكيد ما راح ترمي صاروخ على البنين. اوكي، خربطة كبيرة. والله ما ادري مين الفاز، انا ما انتبهت صراحة للنتيجة، لكن اظن انه لمحة او برلين كما هو اسمه. اوكي، موضوع صعب، موضوع صعب، موضوع صعب. جايب الصاروخ ولا استعمل على منطاد؟ والله اوكي، جايب سحر الثلج عشان الاسهم. ذكاء ذكاء ايضا، الحاجة أم الاختراع. شفتوا كيف، لكن لا 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 لا، ما زبطت مع، لم تزبط معنا. فبنشوف الآن، نشوف يا سيد، كان مفروض تجيب الأسهم معك بدل الصاروخ. أوكي، والله العظيم قاعد يخبص هذا من بداية تشكيلته وهو تخبيص. وهنا لمحة يعطيه فرصة، يعطيه لمحة من الفرص السادحة، ومع ذلك لم تنجح معنا، لم تفلح، لم تزبط، وانتهت المباراة، انتهت المباراة. ف يصفق فيها بسرعة، لقلق عند اوكي. اوكي بنشوف، بسم الله، بنشوف مباراة الأخيرة على حسب كلامهم بين القوس والإكسبو واللافا وكلب الحمام. بنشوف الآن، جالسين نشوف من جهة لاست، يقول لاج. اوكي، مفروض صاروخ. اوكي حلو، 1400 378. الان بيجينا حفار، والله شكله
شكله كذا. ايش شكله هذا؟ اوكي جاينا الحفار، جانا الحفار، جانا الحفار. مستريو ستر والله، لعب صح، لعب صح، لعب صح بالاعسر والله. عاد البرابر الان بيتدخلون ويقولون لا لا والف لا، لن تمر، لن تمر يا غلام في هذه الهجمة. اتوقع كذا يعني البراب. اوه الاعصار سحب الكل، والله ذكاء 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 رائع بهذا الاعصار. حتى لو كان هناك ويحي، حتى لو كان هناك ويحي او اوبس، لكن ذكاء. شوف 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 كيف الذكاء. هذه المباراة خلاص بتنحسب الان، ويقفل امها دفاع بالاعصار، بالاعصار اكيد. طبعا 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 طبعا. اوه نسينا موضوع الأسهم، وأنه الأسهم كافية 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 وشافية، وانتهى الساحر الثلج وجاء طورك يا منتادة. فمشكل كبير. شوف كيف الحفار من جهة يسحب 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 ضربات المدفع، ومن هنا نقول نجحت هجمة المنطاد رغم وجود الصاروخ. فشيء شيء رهيب، شيء رهيب، لا إله إلا الله، رهيب رهيب رهيب. مباراة رهيبة، مباراة تكتيكية على أعلى مستوى. لا فاكينج، لا فاكينج، أيوة من جد. أيوة لازم 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 تكون التشكيلة دفاعيا أفضل من كذا. ثلاثة فاصلة خمسة تعتمد على الدفاع، اسمه الفارس مثلا. اوكي زين. طبعا هذه القبيلة ما فيها. اوكي اوكي زين زين زين، خله يتأدب. اوكي حقيقة مباراة كانت روعة، كانت روعة. وانا اكره طبعا، كثيرين يكرهون الاكسبو، كثيرين كثيرين يكرهون الاكسبو. الاكسبو ممكن ممكن تنجح، بس لازم دفاعات افضل من كذا كثير. ما ادري عن اي حساب. طبعا لست يتصنع، يتصنع التواضع. اوكي بعدين تروح كيف كذا الناس طموحها عالي جدا صراحة ما شاء الله. تكلت ولا بل 11 يعني ليفل، ليفل ماكس معناها توصل التوب تلقائيا. هذا شيء عجيب. أتمنى تكونوا استمتعتوا إن شاء الله، وإلى اللقاء، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شكلي بسوي عصير ليمون آخر الليل. وإلى اللقاء، والسلام عليكم.
إلى اللقاء.